أهلا وسهلا فيك ست وداد، صباح الخير. بداية صباح النور لينا، حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله، أنت كيف أصبحتي؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله تمام، الله يسعدك. الحمد لله ست وداد، معلش تعطينا وصف موجز عن المبادرة ودوافع هاي المبادرة اللي كانت فكرتك، يعني مبادرتك، تعطينا بس هيك وصف موجز عنها. نعم إن شاء الله. يا عزيزتي، أنا مبادرتي كانت هي الطبق الخيري، كانت فكرة عملية وبسيطة حتى أوفر هواسيب تعليمية للمدرسة. دافعي للمبادرة كانت الحاجة المدرسة للهواسيب التعليمية لتفعيل عملية تعليمية وإثراءها من خلال توظيف الحاسوب. طبعا إمكانات المدرسة المادية لا تسمح بإنشاء مختبر وشراء أجهزة، فكان لابد من التفكير لتجاوز هذه المشكلة. احتاج مشروعنا لتنفيذه لمجتمع تشاركي يعمل بروح الفريق الواحد. هذا طبعا ما قمنا به فعلا، خططنا، سوقنا لفكرتنا، فكانت الخطوة الأولى أنه نسقنا مع التربية والتعليم حتى يكون عملنا قانوني. تضافرت جهود المعلمات والإدارة ومجلس الأمهات، قمنا بتشكيل اللجان وتقسيم المهام وتحديد الأطباق الخيرية المطلوبة اللي بدنا الناس يتبرعوا فيها. كذلك قمنا بتحديد يوم معين لاستقبال الأطباق، وفي اليوم التالي كان عملية البيع بإشراف الأمهات. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نتوصل لكافة شرائح المجتمع. من الإذاعة المدرسية خاطبنا الطالبات، من صفحات التواصل الاجتماعي والبوسترات خاطبنا المجتمع المحلي، تواصلنا مع المؤسسات الأهلية والنسوية ومع المؤسسات الحكومية، المدارس كافة يعني ذكور وإناث. كذلك تواصلنا مع المجلس البلدي، مع محافظة جنين. الحمد لله تم التواصل حتى الوزارة، تواصلنا معهم أسبوعين كاملات يا عزيزتي، وإحنا عمل متواصل نسوق للفكرة، نطرح المشروع بقوة. ست وداد، لو سألتك عن جوانب التميز في المبادرة، إيش هي أبرز جوانب التميز في هاي المبادرة؟ أبرز جوانب التميز إنه إحنا اشتغلنا على الجانب القيمي في مبادرتنا. استطاعت المدرسة رغم كل إمكاناتها وبساطة إمكاناتها أن نتجاوز الإمكانات المادية من خلال طبق خيري بسيط أنه الناس يتبرع فيه للمدرسة ونبيعه. استطعنا أن نبني مختبر حاسوب، إنشاء مختبر حاسوب زائد تجهيزه ب 22 جهاز حاسوب زائد LCD مع طبعا تجهيز كامل. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه إحنا مبادرتنا جعلت مجتمع المدرسة مجتمع مانح، فالذي تبرع في الأطباق عاد شرائها، يعني الأم هي تبرعت في الطبق وجاءت اشترت الطبق مرة أخرى ولكن بمبلغ، فهذا الأمر يعني كان فيه تميز. أيضا إحنا اشتغلنا على الجانب القيمي للطالبات، هذا يعني فيه قيمة تربوية، جعل التعليم أكثر ارتباط في البيئة الحياتية للطالبة، عزز انتمائها للمدرسة، أذكى فيها روح العمل بروح الفريق، اكتسبت اتجاهات يعني إيجابية مثل التطوع والعطاء. فعلا يعني هذا ست وداد ممكن نقول أنه هذا هو الأثر، أثر المبادرة على المجتمع المدرسي بشكل خاص. يعني هذا على مستوى الطالب، يعني خلينا نقول أنه على مستوى الطالبات نعم كان هناك قيمة يعني تربوية كثير كبيرة بجانب للقيمة التربوية المادية. حلو. طب ست وداد، برأيك إيش هي العوامل اللي ساهمت في نجاح هاي المبادرة؟ طبعا في البداية يعني الله يجزاها الخير المديرة، كان لها الأثر يعني كبير في إنها أطلقت قدراتي، يعني ساعدتني على إني أقوم في العمل بحرية، سهلت يعني تحركاتي، أنا كمعلمة عندي 24 حصة، سهلت تحركاتي، التواصل مع الأمهات، عملت ورشات عمل الأمهات، اجتماعات معهم. طبعا يعني هذا كان يعني جانب كبير للإدارة. طبعا قبل كل شيء طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى وحسن التخطيط للفكرة والتسويق، كذلك كان من أكبر عوامل النجاح للمبادرة. تضافر جهود المعلمات مع الهيئة الإدارية، مع مجلس الأمهات، مع المجتمع المحلي كاملا كان له الأثر الأكبر في إنجاح هذه الفكرة، والحمد لله رب العالمين. طبعا إحنا حكيت لك أنه استطعنا إن نتواصل مع كافة شرائح المجتمع، يعني لم تبقى شريحة إلا وقدمت للطبق الخيري. فهذه كانت يعني كلها شرائح المجتمع، كانت من العوامل اللي ساعدتنا على النجاح.
ست وداد، على الرغم من نجاح المبادرة إلا أنه بالتأكيد يعني في قدام أي مشروع أو مبادرة بيكون في هناك صعوبات وتحديات، كيف تعاطيتي مع هاي التحديات والصعوبات في حال كانت موجودة في مبادرتك؟ طبعا يعني هذا لابد منه ما دام في هناك عمل، إذا هناك يعني صعوبات وتحديات. طبعا الإنسان الناجح والقادر على التعاطي مع هذه التحديات وتسييرها ضمن يعني الأمور اللي ممكن تعينه على إنجاح عمله. الحمد لله رب العالمين، يعني كان هناك تعاطي مع تحديات معينة اللي هي في البداية يعني كان مشروعنا صراحة ضخم، لأنه كان على مستوى البلد ومستوى المحافظة. انتابني القلق يعني أنه على طرفي نقيض من عدم التسويق للفكرة بشكل جيد، وبالتالي عدم توفر أطباق كافية أو عدم القدرة على تسويق الأطباق. يعني أنا كان عندي مثلا أطباق، أنا جمعت حوالي 1500، أكثر من 1500 طبق خيري. فالآن تخيل لو أنا مثلا ما قدرت أني أبيعهم، وين بدي أروح الأكل؟ بدي يتلف، لأن أنا عملي لم يكن ناجحا. طبعا العمل اللي قمت فيه تعاطيت مع هذه المشكلة بإني عملت حصر للأطباق المتبرع بها والأطباق المبيعة مسبقا. إحنا بعنا الأطباق مسبقا عن طريق كوبونات عن طريق الأمهات. طبعا قدرت أحصر إنه بقي عنا فائض قليل من الأطباق. على طول تواصلنا مع كافة المدارس في البلد ووزعنا الكوبونات، والحمد لله تجاوزنا هذا التحدي. هاي أول قضية. القضية الثانية إنه إحنا بنتعامل مع مأكولات، يعني ممكن تكون فيها إتلاف بذات حوالي 10 ساعات في المدرسة. طبعا تعاطيت مع حاجة إنه حاجتنا لثلاجات، القصد يعني حتى نحفظ فيها الأطعمة. طبعا أنا جهزت قاعتين، قاعة كانت يعني كبيرة للبيع، جهزتها بعدد 5 أو 6 مراوح حتى إنه تبقى حرارة الغرفة باردة. كذلك استخدمنا ثلاجات المقصف، واستعنا في الجيران الله يجزيهم الخير انه برضه ساعدونا في انه حطينا بعض المأكولات فيها. هاي يعني ابرز تحديات كانت يعني هي قدرتوا تتجاوزوها. الحمد لله رب العالمين اننا نسوق يعني الاف الاطباق الحمد لله رب العالمين. طب ست وداد، انت قلتي قديش اثرت هي على الطالبات، طب قديش حسيتي خارجيا يعني مثلا اهالي الطالبات، قديش الامهات، قديش عملت حراك في المجتمع المحلي بشكل خاص هاي المبادرة؟ طبعا المدرسة المبادرة الحمد لله حظيت بحراك يعني غير عادي الحمد لله رب العالمين. الكل، الأمهات، المعلمات، المجتمع المحلي كله سارع وبادر في التبرع للأطباق في الأطباق الخيرية. قدم الأطباق، توجهنا أيضا للمؤسسات المجتمع المحلي، كلهم برضو بادروا وقدموا لنا الدعم المادي والدعم العيني. يعني مثلا الوزارة قدمت لنا 15 جهاز حاسوب، لكن اشترطت علينا أن نوجد مكان لهذه الأجهزة، فصار عندنا فكرة حتمية أنه يجب بناء المختبر بما تم جمعه طبعا من رايع. وزارة التربية، المحافظة كذلك حضرت على الطبق الخيري وساعدتنا ودعمتنا ماديا، وخاطبت المؤسسات مثل هيئة العمل الخيري حتى انها تدعم المشروع. كذلك المجلس البلدي كان عنده شراك يعني كامل من بداية الطبق الخيري وحتى نهايته، يعني قدموا لنا الأيدي العاملة كاملا، لم نحتاج لأي أيدي عاملة في عملية البناء والتشطيب كاملة. مؤسسات المجتمع كمان ساعدونا، منها مثلا كهرباء الشمال عملت على التشطيب بشكل كامل للمختبر. فالآن يعني خلال أنت تتخيل أنه طبق خيري معجنات أو حلويات تقدمها الطالبي بيعت مرة ثانية، استطعنا أن ننشئ مختبر حاسوب 6x7 قاعة كبيرة مع تشطيبها، مع 22 جهاز حاسوب، مع جهاز عرض LCD، مع طاولات من أفضل أنواع الخشب. يعني هذه أمور حقيقة يعني على مستوى مجتمع طالبات شيء عظيم. طبعا يعني طبعا الحمد لله يعني كان كله من خلال تبرع الأهالي وشراك الأهالي. طب ست وداد، عشان ما معنا كتير وقت، بس حابة أعرف تطلعاتك المستقبلية بما أنك أنت صاحبة هاي المبادرة، تطلعاتك المستقبلية بما يتعلق فيها وتطويرها لقدام إن شاء الله. نعم، شوفي يا عزيزتي، أنا جيت على المدرسة هاي جديد، صار لي 3 سنوات في هاي المدرسة. المدرسة قديمة،
المدرسة لجأ لها أهل 48، يعني قديمة جدا، تحتاج لصيانة. طبعا أنا قمت أول سنة في مشروع طبق الخير بناء المختبر. في السنة اللي بعديها كررت الفكرة نفسها، يعني أنا هدفي تطوير المدرسة، تطوير المدرسة، خلق بيئة تعليمية في المدرسة، تكون بيئة تعليمية متعاونة، تكون بيئة تعليمية آمنة محفزة للطالبات، بحيث إنه تكون يعني الطالبات عندها حب للتعليم. كمان في عندي هدف وتطلع إنه يكون تربية الطالبات وتعليمهن هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، بين الأهل وبين المدرسة. يعني يجب أن يكون هناك جسور ثقة ما بين الأهل وبين المدرسة، يجب أن تكون هناك جسور محبة، يا راضي المحبة، أنه حتى أن نقدر نكون في هذه المسؤولية فيما بعد. فكانت الحمد لله يعني مبادرتي كانت نموذج بفضل الله، كررناها السنة بعدها وعملنا صيانة للمدرسة، تبليط ساحات ومشارب مياه مبردة وأشياء كثير اشتغلنا فيها في الحقيقة. والآن يعني الحمد لله في عنا كمان مبادرة ثانية. إن شاء الله بنتمنى لك توفيق ونجاح ست وداد. شكرا إليك وتحياتنا إليك على مثل هاي المبادرة المميزة فعلا. لينا بشكرك جدا على الاستضافة. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا.